أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: شيخ، ما حكم إلقاء السلام والحوار بين الرجل والمرأة للحاجة وفيه أمانة بين هذا الرجل الصالح والمرأة؟ لا بأس بمكالمة المرأة التي ليست من محارمه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، من غير خضوع بالكلام، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فالمخاطبة لا بأس بها للحاجة، أما مخاطبة المرأة الأجنبية من غير حاجة أو يكون فيها نوع من الإطماع فهذا حرام ولا يجوز. نعم.